لاحظ ايضا باخذ بعد قليل اتصال مع محمد قاسم منسق عام اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات. بس الملاحظ قبل ان نتحدث الى الاخ محمد بان لو تلاحظون المقاطعين اللي هو قاطع والمقاطعون هو مقاطعون شكلوا لجان وراحوا يتحركوا من دواوين وحطوا واجات و ساشارك الشعب وينهم؟ معتمدين على الحكومه. اذا الحكومه تعلم ان ليس لها عمقا شعبيا في هذا الجانب، لذلك هي تكفلت بالحمله ومصاريف الحمله كامله، بينما الشباب هم من يتكفل بحمله مقاطعون وقاطع اخذ. محمد قاسم حياك الله سمي. الله يحييك، يا هلا ابو سلمان، يا هلا ومرحبا. طولنا عليك وانت على الخط، معذره لان كان حديث الشباب فيه نقاط مهمه جدا. بالعكس كنت مستمتع بحديث الاخوه، احييهم ضيوفك في الاستوديو. طول لي عمرك ويسمعونك ويردوا لك التحيه. ابو سند والاخ العزيز خالد ابراهيم براكان، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. راح اكلمكم عن دور اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات، ربما الاخوان كفوا وفوا في هذا الصدد والموضوع، ولكن احب انا ابدا من حيث انت ما انتهيت، وهو قضيه دعم. احب ابين للناس لاهل الكويت جميعا شنو من وين جاي دعم اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات. احنا مجموعه مثل ما تفضل الاخ خالد الفضاله وذكر ان مجموعه من الشباب تجمعنا لهذه القضيه من مختلف التيارات السياسيه، مختلف الانتماءات، مختلف المناطق، مختلف التوجهات الفكريه. يا اخوان لازم نركز، احنا ايش يعني راضين ان احنا مختلفين؟ احنا فينا اختلاف بالتوجه الفكري وما الى ذلك، ولكن الان تجمعنا قضيه، هذا المهم، بغض النظر عن اي خلاف بين اي كتله واي مجموعه. فعندما تجمعنا اتفقنا ان تكون المساهمات بما بيننا بين الشباب، واقسم بالله ان اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات على استعداد ان تقدم كشف بما صرفت على هذه الحمله وعلى عمل اللجنه الشعبيه. هل تقدر وزاره الاعلام ان تقوم بعمل مماثل؟ خلي تبين لنا وزاره الاعلام، بما انها اليوم وزاره الاعلام. انا اوجه كلامي الى السيد محمد العبد الله المبارك الصباح، وزير الاعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومه بصفته، واساله يا ابو عبد الله، ليش انتم جعلتم من انفسكم ندلنا؟ احنا شباب واحنا جزء من حراك الشارع الكبير. ليش وزاره الاعلام اتخذت من الشباب الكويتي ندا لها وتدعم بهذه الاموال الحمله اللي قاعد نشوفها احنا كلنا بشوارع الكويت، وبالمقابل احنا كل وسائلنا واعتمادنا على مساهمات يعني بسيطه بين الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي لتويتر، هذا وزياره الدواوين. هذه بكل بساطه عملنا واضح ومعلن، اهدافنا معلنه. المقاطعه هي رساله وليست الغايه. رسالتنا بنوصل ان احنا نرفض نهج الانفراد بالسلطه، سواء كانت السلطه متمثله بالسلطه التنفيذيه بال 16 وزير وسمو رئيس مجلس الوزراء، ولا كانت السلطه متمثله بان سمو الامير يمارس صلاحياته من خلال وسائل. احنا كلنا متفقين على احترام الدستور ومبادئ الدستور. ومن هالنقطه احب بس انوه بشكل سريع عن النشاط يوم الانتخاب. احب اكد ان اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات، واعتقد يعني براكان يعني راح ياكد على هالموضوع ايضا من قبل حمله قاطع، ان لن نعرقل العمليه الانتخابيه، وبالعكس نحترم الراي الاخر. لا انا بها بتفصيل عشان الناس يكونوا مطمئنين. يعني الان لكم محمد لجان في جميع الدوائر. اي نعم. اولا ماذا عن العنصر البشري؟ هل عندكم نقص؟ واذا كان نقص رجالي او نسائي هذا واحد. شيء ثاني اليه المراقبه، الناس يتساءلون شلون؟ هل بتدخلون ناس كمناديب؟ هل بتوقفون ناس يصورون؟ هل بتوقفون ناس يتكلمون امام المدارس؟ شرح لنا الاليه شلون راح تساهمون في حمله مقاطعون في هذا الجانب. ممتاز، شكرا لك ابو سلمان. طبعا راح نعتمد في اليه عملنا على القانون والوسائل الدستوريه السلميه. مثال يعني مطلوب منا يوم الانتخاب مثلا تشكيل فرق امام المدارس، يعني مثلا فلنفرض على سبيل المثال ها محمد قاسم يصوت في راحه عبد الله السالم، يروح عند مركز راحه عبد الله السالم. خالد الابراهيم يصوت مثلا على سبيل المثال في السره، يروح عند يعني مقره بالسره. وجودنا في امام مقر الاقتراع بشكل قانوني كوننا احنا مصوتين وناخذين تابعين لهذه المنطقه. هذه نقطة. النقطة الأخرى ما راح يزيد التجمع عن ثلاثة عشان نحافظ على القانونية، واحنا الآن يعني مجرد راح سنكون لرصد أرقام ومتابعة أرقام الناخبين علشان نتأكد أن هل احنا لما عملنا شيء مؤثر أم لم نعمل شيء مؤثر، وليكون عندنا يعني
احصائيه دقيقه احنا اشرفنا عليها ونرجع لها ممكن بالمستقبل لمجرد المراقبه يعني. وليس زين من ناحيه العناصر البشريه في النوايا الحكومه وان كان عملها ظاهر ولكن طيب نروح العناصر البشريه نعم نروح محمد للعناصر البشريه. العنصر النسائي عندكم متوفر بحيث ان اللجان النسائيه يروحون يغطونها عدد من النساء؟ اذا عندكم نقص قول الان امامكم المفتوح المجال. العمل معلش ابو سلمان اي العمل على قدم وساق في اللجان الخمسه رجال ونساء لحث الناس على المقاطعه من خلال وسائل التنميه من خلال زياره دراويل الحث والاقناع والتعبئه الجماهيريه. ربما راح نحتاج الى دعم خصوصا لان الخطه اللي طرحها لتغطيه يوم الانتخابات تتطلب عناصر بشريه من رجالا ونساء شباب وبنات. نحتاج ان نغطي كل يعني المهمه بسيطه، احنا نبي نراقب ونقيم عملنا، احنا نعتقد ان في استفتاء شعبي الان يجري من الناس اللي يعني ترفض نهج الانفراد ترفض مرسوم الضروره ومن الناس اللي مؤيدته، هذه بالنسبه لنا القضيه ما هي قضية الصوت الواحد ولا عشرة، هي قضية مبدأ. واعتقد الاخوان يشاركوني بهذا الرأي. نعم وطرحوا هذه الفكرة قبل قليل في بداية الحلقة. بس لأذكر لقضية الحاجة. نعم نحن بحاجة إلى عناصر من الرجال والنساء في مختلف الدوائر كل حسب دائرته أنه يقوم بالاتصال بالمنسقين من خلال الأرقام إذا أنتم في نعم بنحطها إن شاء الله بعد قليل. ما ادري اذا الكنترول مجهزينها عشان نحطوها ان شاء الله بعد قليل او بعد ما نطلع فاصل، لاني بعد ما اخذ انتهي من الاتصال معك راح اطلع فاصل واعود اكمل ان شاء الله تكون الارقام كلها جاهزه. شكرا محمد قاسم منسق عام اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات، فعلا يعني خير من اخترته كمنسق عام، رجل متحدث لبق ونشط جدا والحماس الحماس مهمه جدا والله. يعني رمي قفاز التحدي على وزير الاعلام يعني يضع وزير الاعلام في خانه ما اعتقد انه راح نحسد عليها. راح اعود بعد قليل ان شاء الله للحديث مع ضيفي، احدهما خالد الفضاله من حمله مقاطعون وخالد الابراهيم من حمله قاطع ان شاء الله، ونستكمل حوارنا للحديث عن المقاطعه واليات المقاطعه والفكره والرؤى اللي حواليها، وسننتقل ايضا للحديث عن المسير اللي ان شاء الله راح تكون يوم الجمعه قبل الانتخابات بيوم. ابقوا معنا.